عفوا الصوت واخا اوكي اختيار او الصوت غادي نعاودو معكم هو مش والديك اللي مشي والديك واخا مشي وش ما يعيط لينا نجي مو فاتت الدار من هما سير على واخا اختي غادي نعاود لان في الصوت ما كانش مرة اخرى متابعي قناة شو تي في مباشرة من سيدي بن نور جامعة سانية برقي. هذه السيدة اللي أمامكم تعرضت للعنف من طرف الطالق ديالها، تحكي لنا التفاصيل من تزوجات حتى وقع لها المشكل، وتزوج لأنه هرس لها بنتها وتكرفص لها على بنتها. أختي غتعاودي لنا من تزوجتي به حتى لدابا أشنو واقع لك؟ يعني اول مره ملي جا خطاوني من دارنا ودانا عند داني تكاتب معايا داني من تكاتبه من عند العدول داني تما لدارهم شهرين، يعني حتى هذا دار العرس صدقت انا حامل بولدتي الاولاد الاول خسرات ولي اختو تلاح ما دوينا ما تكلمش كينا ما حتى شي حاجه. عاوتاني من ورا العرس ملي مشيت حملت بالبنيه الاخرى بقيت في التكرفيس الام والخواتات، يعني كيعنفوني بزاف غير الضرب، هو ما كيدوي ما كيتكلم كيعيط للوالديه كيجيو كيدوني كيجيبوني للسبيطار، هو كيجي معاهم كيدوزوا ليا كيجيبوني هنا المحل برك 20 و15 يوم وردني عاوتاني مؤخرا بقيت غادا جي 9 اشهر على ديك الحاله بقيت غادا جي على 9 اشهر على ديك الحاله مؤخرا، يعني خرجت كرساني اختو يعني بالظرف وخارجه يعني حاشاكم دايزه وجابني حتى العنطيب هزني بين يديه
دخلني عند الطبيب، قال لي الطبيب قال لي انا حاليا انا راه هادشي انا نفسانيه، انا راه هاد الحاله اللي عايشه فيها السيده انا راه عييت في بلاصتها هي، حاولت بعدا من داركم حتى تولد. قال لي غادي دابا نديها دابا قال لي غادي نديها للسبيطار وملي غتصح غنخليها في دارهم حتى تولد. جابني مشيت للسبيطار بس ثلاث لي هذيك المده باش ما نشكي ما ندير حتى شي حاجه. بقيت هنا عند والديا، تصيفط لي السيده ديال الطلاق ودار لي شكايه خارجه بدون سبب، وانا مكرفساني اختو، كرفساني اختو هي المكرفساني. ولا جلسة الثانية دار لنا داك الصلح، قال جاب الناس قال القاضي قال لي راني بغيت نتصالح معاه من هنا. داني من تما من عند المحكمة، من المحكمة مشيت معاه لدارهم، والد الدرية الله عندها شهرين رديتها عندهم، مشيت عندهم لدارهم عطانا القاضي مدة شهرين يعني باش يجيب لي التنازل والصلح. ملي كنقول ليه فلان دير التنازل كيقول لي انا دارني راسي ما قادش باش نمشي ندير التنازل، هادشي انا ما نمشيش ندير التنازل انا بلاتي عليا. ملي تقربت المده مو سولاتو قالت لي شحال في التاريخ، قالت لي شحال في التاريخ اليوم، قال لها القد والقد في التاريخ. انا ما عقلتش يعني، المهم في شهر 8 قريب شهر 8 ما عقلتش بالضبط يعني بالضبط في التاريخ شحال. جات اختو كانت ماشيه كازا اللي خارجه، انا مداحسه معاها اول مره ملي كنت حامله، مهما جات من دخلت من الباب قالت لي مالك هاد كورجا اللي غينتاقم. سكت ما دويت ما تكلمت، سلمت عليها عادي كانها راه انسانه صافي، الماضي فات ما عندي باش نجبد معاه. بقينا داحس معاها غير على السطل، خوها بغى يدوش قال لي جيب السطل من عندها، مشيت بغيت نجيب السطل ما خلاتنيش نجيبو، هزيت السطل قالت لي حطيه، ردني ليها مشيت جبت من عندها هو دخل يدوش، جات هي غتهز حوايجو قلت لها حطيهم حتى نصبنهم انا مع حوايج بنيه وسيري انت كملي غير الشغل. قالت لي انت وليتي كتحكمي، هزيت التليفون ديال خوها كان كيتشارجا شيرتو عليا الكاشوش ديالي هنايا كنرد عنا في الدريه، نط هزيت الدريه حطيتها فوق. يعني المشاكل كانت بدات من يلاه تزوجتو داك المشاكل يعني ماشي حتى طلقتو؟ لا من المشاكل من ده هو ما كيدوي ما كيتكلم يعني اللي قالتها امو كيقول لي عجبك الحال جلسي ما عجبكش الحال سيري بحالاتك. انا ما غنفوتش امي وخواتاتي، انا امي وخواتاتي هما اللي كاينين يعني انا بحال ما كايناش، خوالي اللي هازيني هو العلاقه ديالك مع والديه مع امو ما كانش هي هذه، امو اللي حاكمه واختو اللي حاكمين، خواتاتو بجوج هما اللي الضرب كناخذ العصا منشم يعني بنادم كيخسر ليه في كرشي كنديها للسبيطار. ملي رجعت من عند القاضي يعني ملي رجعت من عند القاضي من تمايا ديك المده ديال شهرين، امو سولته قالت لي شحال في الجلسه شحال في الشهر، قالت لها بنت قالت لها القد وقد في الشهر يعني قربات الجلسه، بقات لها غير شي 15 يوم ولا 20 يوم جلسه. هو ما دارش التنازل، مشاو ليه والديه قال لي دير التنازل عزيز دير التنازل، قال لي هويا انا راسي دارني ما قادرش باش نخرج ندير التنازل بلاتي عليا. ملي مشى قرب الجلسه جات اختو على حوايج قلت لها حطيهم سطلنا بالوصيفطني اللي قال لي سير جيبي، بقيت حتى جبتو من عندها هي مشات هي وهي تهبط الحوايج بغات تهزهم من عندي، قلت لها حطي الحوايج ديال خوك تنصبهم مع حوايج بنيه عندي انايا. قالت هي وليتي انت اللي كتحكم انت اللي تحلك فم، هز التليفون ديالو بصمه كيتشارجا صيفطته لي انا كنردع في الدريه، هزيتها حطيتها فوق الناموسيه قلت لها شوفي من نهار جيت شيرت لك التليفون شيرت عليا بينا، قلت لها شوفي من نهار جيت وانا عايشه معاكم في المشاكل اليوم بزاف هادشي. عوض ما حطيت جيت تلفت حطيت هنا جاتني الام ديالها شداتني من هنا وجاتني البنت ديالها صارت كضرب، خرج هو من الدوش من الشورت هو اللي كفكني منهم، كيدي اختو كتقول ليه والله لا بقات فيها قدامه، وكيدي الخت وكرجع يدي الام يعني ضاربين عليا النوبه بالواحد بواحد بقى بحال هكاك حتى طاح هو غير مبقاش عقل بديك العصب قطع تما طاحت مبقاش غير عقل يعني خلاوه تما خرجوا مزاد بقيت غير انا مني ليه. ملي تسوع عقل رجعهم ملي جاوا الدار تمايا انا مشيت طلع هو تفاهم معاهم في السطح، طلعت فاهم معاهم في السطح قال لي هانتي انا لطيفه على حقي انا سامحي ليهم صافي ما غنعيط لوالديك لا حتى شي حاجه، قلت لي غنعيط ليهم قال لي ما تعيطيش ليهم على حقي انا سامحي ليهم، قلت لي صافي ملي على ودك حتى الله يسامح. سكت بحالاتي بانه على اساس ما غيعيطش لوالديه ما كاين حتى شي حاجه صافي. اختو قال لي غندي عند بنت خالتي دا على موطور رجعت ليا بموس عيط هو يا عيط لامي وبا كان في موسم ديال بنيف وقال لي نجيو بغينا نصالحو لطيفه مع مونا ومينا ومي راه مداحسه معهم راني انا في الدار. ملي جاو والديا قلت لهم انا علاش جيتو يعني فراسي انا والو، قلت لهم علاش قالوا لي غير جينا، نقزات الام ديالهم قالت لهم لا راه ما فاهماش مع ولدي ومع بناتي ما فاهماش معاهم، قلت لها داكشي ما بيني وما بين ولدك. با هز التليفون عيط ليه قال ليه
قال ليها عزيز فينك انت؟ انا في الدار. قال لي لطيفه جمعي لها حوايجكم وديها معكم ديوها معكم حتى نجي. شدي التليفون عنده انا قلت لي ما غاداش نمشي دابا للدار، ما غنمشيش مع والدي حتى تجي انت. ديك النهار دا عينيك تقول خارجه بدون سبب، واليوم غنتم غدا راني ما غاداش نمشي. هذا قال لي با، قال لي جمعي حوايجك وزيد. جيت بغيت نجمع الحوايج، الام حبستني، مو حبستني حبستني قال لي قدام باك. اه قالت لي قدام بومي حبستني. قال لي با، قال لي الله نابيهم خليهم زيدي. خرج لابسه كسوه نصكم ومركبه بنتي عندها شهرين مركباها في ظهري. خرجت انا فت الباب وتابعني امي ورايا اختو باركه في الصاله مينا. ناضت من الصاله شدت امي من هنا من شعرها طيحتها في الدس، ما بقات سمعتهاش، ما بقيناش نسمعوها منها. قالت ليها الام، قالت لها كحلتيها علينا طيحتيها. هزت الطاجين الغلاقه ديالها محطوطه فوق الرخامه، صارت كضرب في راسها كضرب. ملي حبسها باش ما ضربش راسها هزت الام الكاع ديال الطاجين وكملت بيه على بنتها تضرب دم. دارت البنت هوك الدم بحال هكا ومسحته في وجهها وفي حوايجها. قالت لي دابا تخيري، غصني الطلاق نغسل دم ونوض، ما غصنيش الطلاق نعيط للجدارميه. قلت لها مادام انا ما ضربكش عيط للجدارميه. هذيك الساعه عيطت لخوها، جاب لابيلانس، جاب داك تمايا، هزوا امي انايا جابوها للسبيطار. وهي قالوا لها سير على رجليك. خوها مشى للسبيطار، مشى عند الجدارميه جابهم ليا. الجدارميه كيقول الجدارميه كيقول لي راه اللي ضاربه اختي. قلت لي شوف الشاف، انا راني ما ضاربه ما ماسه، ما ضربه حتى شي حاجه. دخلت هي تمايا اختو، دخلت تما كيقول لها طيب سيري بحالك راه ما عندك حتى شي حاجه. قالت لي انا باغا نمشي لجديده، انا باغا نمشي لجديده. امي عمروا لينا حنا باش نمشيو جديده، وحنا ودعنا امرنا في الله وبركنا الله، ما مشينا ما حاجه. مشى هو جاب شي شهاده طبيه، شكى بيا انا وامي وبا بلي ضاربينها. جات تما عند جدارميه قالت ليهم راه، قال لها عندك جدارمي عندك شهود؟ قالت ليه ما عنديش. ملي دازت مع دزت انا وياه في الجلسه الاولى والثانيه وتحكم لينا الطلاق، ملي تحكم الطلاق طلبوا من المحكمه التقديم نمشي لسيدي بنور. تقدمنا في سيدي بنور، دازت قدام الوكيل قالت لي عندي 5 شهود. ردوا المحضر الخميس زمامره صنصوا 5 شهود. 5 شهود كيقول لي ما شنا لا ضرب لا حتى شي حاجه، غير هي اللي كتقول لنا راه شاهده، غير هي اللي كتقول لنا غير هي اللي كتقول لنا راه الضرب. واش حنا شنا شي حاجه؟ راه حنا ما شنا شي حاجه. وهالمحضر عندي انا ديال درك الملكه وديال داك، يعني عندي كله. تقدمنا من تما، بقات هذيك الجلسه كتمشي وتجي حتى لواحد النهار ثاني تلقات لي الام ديالو والخو ديالو تكرفسوا عليا. عيطت ليه قلت ليها عزيز امك واختك راه ضربوني، راه كاينه كاينه كاين. دابا انا خارجه من عندهم وبعيده منهم، وانت دعيتيني وانا ما دعيتك لا على الصير لا حتى حاجه، وهنا ساكته بحالتي. قال لي شوفي بنت ناس، الا كنتي عينك غير في دعوه ديال الصير سيري دفعيها ليا اللي كنتي عينك فيها. انا الحبس باغي ندوزو. ها انت دابا عندك الواتساب دخلي لي انا غنوريك في كاين. انا شتي الحبس ديال الخريب ها هو، هاو شتي انا حداه دابا. كيفاش الحبس الخريب زعما؟ زعما انا راني ما خايفش انا من الحبس، انا حدا الحبس. ها انت انا غنوريك فين كاين الحبس. ما شاء الله زيدي وريه ليا. ملي مشيت قلت لي صافي ولد الناس ما بقيتش انا غندوي معاك حتى حاجه. من اليوم ما عمرني بقيت نهضر كل نتشكى لك ولا من امك ولا من خواتاتك. يعني انا بعت من هادشي كامل، دعيتيني طلقتي ما خليتي كي درتي، وانت اللي كتصرف في داكشي. مشيت مشيت هضرت على الشكايه ديالتي، دخل قدموها لي عند الكوميساريه، مشاو جابوه سيمان، جابوه نهار الخميس نهار الاول في رمضان. قدم في جابوه على ديك الشكايه، عطاو الانذار ديال 15 يوم واش يخلص وليد هو حبس على الصير. نهار الخميس تقدمت، نهار الاثنين تعيط لي الدرك الملكي قال لي غتقدمي معاه. آه نهار الاثنين راه عندك التقديم على الدعوه ديال اختو في سيدي بنور، يعني هذيك الشيء ديال الضرب ديال اختو ديروا لي ديما، هو ديما ملقي قدامي. ملي انا هضرت على السر لقى لي هو الدعوه ديال اختو، مشينا تقدمنا عليها، تقدمنا عليها في سيدي بنور. جينا عاد ردوا لنا جلسه اخرى ثاني في بحال اليوم غدا غيصبح العيد في رمضان. هو تعتقل مشى، تعتقل مشى. ملي تعتقل هو مشى حضرت معاهم انا عاوتاني في الجلسه الاخرى. دوز هو عطاوه المده ديال شهرين ديال الحبس، عطاوه المده ديال شهرين ديال الحبس. ملي دوزها مشيت انا تقابلت معاه، صيفطنا الناس حنايا لمو قلنا ليها بغينا نديرو ليه التنازل، ما بغينا منه حنا حتى حاجه غير على ود هذيك البنيه، راه ما بغينا والو حنا، بغينا منه غير ده. قالت لي من الام انايا ما بغيت منها لا تنازل حتى حاجه، انا بغيتو هو يدوز الحبس على ولدها. اه قالت لي انا بغيتو هو يدوز الحبس. نهار اللي غي ستينا بقيت كنسول، مشيت درت ليه التنازل، دفعتو لي، مشيت للمحكمه قدام رئيس المحكمه. قلت لي رئيس المحكمه قلت لي كنطلب منه حاجه وحده، ها هو دابا هنا قدامك. ملي خرجي تكلب بنته يسير عليها، وهاد التنازل ها هو نقزي. هو قال لي لا انا كنصير ومدي لي النقافه
وباها وحدين اخرين شهود بلي كان كيسير عليا في ملي تزادت الدريه. هو ما تزادت عنده دريه ما صير عليها ما حطها في الحمدانيه، حطيتها انا اللي سجلتها في الحمدانيه. الدريه حتى كملت 7 شهور 8 شهور انا اللي مشيت درت الدعوه لراسي وحطيت الدريه سجلتها في الحمدانيه. بسميتو هو بسميتو هو، ولكن انا اللي حطيتها ماشي هو اللي حطها. قال لي غنخرج. قلت ليه هذا بهذا التنازل انا راه ما نعطيش لك. صافي ملي قلتي بحال هكا صافي بقى العمل ديالك ما غنعطيش لك. قال لي الرئيس صيري، قال لي عاود غوت عليا، قال لي غتعطي التنازل. قلت ليه ملي ما باغيش هو يتحمل المسؤوليه وغيخليني غير انا اللي محمله المسؤوليه، انا راه ما داعياش، راه هو اللي داعيني وراه دعوته هذيك. قلت لي راه دعوته هذيك انا راه ما عطياش. قال لي صافي عطاو كمل شهر خرج. كمل شهر معتقل؟ لا كان معتقل هذيك في الاستئناف. حكموا لي بشهرين وعبرضوا لي شهر. كان عطاو شهر خرج. قال لي دابا بقى عندك ما تصوري، يعني خرج بحال الثلاث الخميس تقابلت معاه على الدعوه ديال ختونيت. قالت لي امو شوفي دابا ها هو خرج بقى يدور بوراقك كل مسطي، راه ما عندك ما تصوري هالحبس راه دوزو. مشيت انا دفعت السير اللي بقيت كنتسالو، مشيت دفعته لي صيفط لي معاون قضائي. قالت لي مرا يلا دوز الحبس راه يدير انا اللي غنخلص. بقات هذيك المده هو استانف الحكم ديال الطلاق، يعني كانت حكمت عليه 3,70,000 ديال الطلاق استانفها. ملي استانفت حيت نقصت ليه 100,000، ملي تنقصت ليه 100,000 هويا نفدت عليه السير ملي خرج من الحبس. ملي خرج نفدت عليه السير، ولا كيقول لي نقصي هانتي الا بغيتي السير ديال الدريه، الا بغيتي السير ديال الدريه غتحيدي لي 100,000 وغنعطيك 60,000. قلت لي هذاك راه السير ديال الدريه ما عندي ما نحيد لك انايا. وبقى حتى خلصوا، ملي خلصوا عاوتاني جا طلب من خالي هذا الحمد لله طلب منه. قال لي قول بنت اختك ما تقلتش لا المحكمه لا حتى حاجه، راني غادي نبني وغادي نردها، غادي نبني وغادي نردها. ملي جا بحال هكاك بقى مع خالي يعني على اساس راه يعني راه غادي نرجع ما كاين حتى حاجه طلبوا ما خلى كيدار معاه ما كاين والو غير كمل البني. انت كنت قالت امك كنت ترجعي ليك. يعني خالي هذا جا من ورزازات ماشي من هنا، ومشى عنده وطلبوا رغبوا. قال لي شوف، قال لي هانت ها عهد الله الحمدوني ورزيني في صحتي الا غير غنبني، راني انا راني عندي دابا البني راني غنبني اللي في السطح الفوق وغادي نجي وغادي نردها ولا تبعد من المحكمه. مشيت انا بعت منيت من المحكمه هذيك 5,000 درهم اللي كان اللي نقصتها لي المحكمه، ما عطيتهاش لي على يد المحكمه، هو منفد عليا على المحكمه عطيتها لي في يده هو. دازت عليها مده شهرين عاد دار عليها التنازل. ملي سلم من البني ودار العرس لختو هذه اللي ضاربت راسها ومشات بحالاتها، ملي هضر معاه خالي قال لي فين وصلتي يا عزيز اش كاين اش قلتي ليك عطيني المهله ديال 3 شهور انا عطيتك 4 شهور فين وصلتي دابا. قال لي شوفوا عزيز شوفوا الحمد لله بنت اختك ما كتصلحش هي. قال لي واشنو دارت ليك اشنو دارت ليك هذه بنت اختي؟ لا عيرتني ودارت ليا وعيرتني. خالي قال لي الا كانت صابت عيرتك غنفرجك فيها قدامك وحتى تشوف حتى بعينك. شديت انا الهضره اللي هضرت معاه صيفطت لخالي حتى تصنت ليها. ملي جيت تصنت الهضره لقاني انا ما معايره ما والو غير هو اللي داير داك المبرر ديالو. دازت الدريه مده كانت مرضت واحد المرضى صافي فضها ما بقاش كانها بنته ولا شي حاجه. مره واحده جيت انايا جمعت عند الرياس، الرياس ديالنا هنايا ورياس اخرين مشاو لعند الرئيس ديالهم هو وعيطوا عليه باش يديهم وحاجه. يعني ملي من ورا الطلاق مابقاش انا وردني انا من ورا الطلاق ردني انا صاحبته، يعني ما خلى كيدار معاه ما خلاش يعني سخسخني ما خلاش داك السيد يعني انا شي كرامه ولا شي حق عندي يعني اللي بغاه هو كنفذها فين ما قال. ملي كانت الدريه تزاز كنطلب لها الزياره عندها 9 شهور خرج الحبس طلب لها الزياره ديال 9 شهور ما عطاوهاش لي. قال لي الدريه باقا صغيره وكترضع ما نعطيوهاش لك. من تما مابقاش طلب لها الزياره. دابا راه 4 سنين بادي، دابا عندها 4 سنين وباديه في شهر باش في الخامس. ملي مشاو عندو الناس قالوا لي راه طلبت منك السماحه وراه ها كاين. قال لي من لا انا ما نشوفش وجهها ما تدخلش عندي وما نهضرش معها في الجماعه تمايا وسيرو الا بقات عندي شي محنه وغنشوف. وهذيك السعاده رد خدام ميكانيك تور هو خدام صافي. مشى قال لي انا بغيت نشوف بنتي دابا قدام الناس، يعني قدام الناس. جا الرئيس ديالنا قال لي اعطيني الدريه راه باغي يشوف بنته. قلت لي انا ما قال عاشي. ملي مشات عنده بنته دا قدام الناس جبد 4,000 عطاها ليها يعني غير على عيني الناس. 7 شهور ما عمره شافها ولا نظرها، 7 شهور
ما عمرو اللي شافوا نظره. حتى جات واحد المده جات مرت خوه قالت لي شوفي الدريه راه هو راه باغي يخطفها لك، حاولي معاه ما تبقاي تعطيه لا دريه لا حتى شي حاجه، راه باغي يخطف لك الدريه وراه حنايا نشهدوا عليه بها راه باللي باغي يخطفها. جيت انا قلت لها شوفي انا داكشي في ضله هذيك الدريه بنته وانا بنتي ما غنحرمهاش منه. بقيت كنديها ليه ديما كيشوفها، قال لي جيبها لي عند خويا المحل كنديها ليه، قال لي خرجها ليا للطريق كنخرجها ليه، قال لي ديها للجرده كنديها ليه، فين ما قال شوف بلا زياره يعني بنته يشوفها في اطار المساعده كنديها ليه بلا زياره كنعطيها ليه، كدوي معاه في التليفون هالهضره في التليفون كاينه عندي اوديو واتساب وكلشي كتهضر مع الدريه، ما قالعهاش لي بحال يعني المشكل اللي بيني وبينه بعيد، ولكن الدريه ما دخليناش داكشي. حتى مؤخرا لحد اللي في رمضان جوج خمسة ديال 2021 مشيت الخميس تلاقيت معاه جاي على الموطور قال لي يعطيني جميلة غادي نديها نكسيها، دا هو ما داش كسيها دا لدارهم. الدريه قالت لي بغيت ماما، قال لها هو جلس الارض وسكتي ما بغات تسكتش لي الدريه، هز العصا ديال الجفاف هرسها من دراعها جوج هرسات جابها لي. كيفاش باش نوضحوا اكثر، جاد الدريه بغى يكسيها هاد السيد يعني راه بنته الله يجازيه بخير بغى يكسي البنيه، كيفاش علاش غيهرس بنته؟ الدريه دابا بكات قالت لي بغيت ماما، قال لها هو جلسي للارض وسكتي، قال لها جلسي للارض وسكتي. الدريه ما سكتيش حيت ما مولفاش كتجي عندهم للدار، قال لها جلسي ما بغاش تسكتش هز العصا ديال الجفاف هرسها بها من الدراع اليمين من هنا هرسها جوج هرسات جابها ليا. الدريه كتبكي يعني كتبكي كتقول لي ماما مابقاش قاده نهضر وراه دي على حوايج. انا تصدمت في هذيك الحاله، تصدمت لقيت ست مندير يعني حطها ليا وزاد بحال شي كوره حطها وزاد بحالاته هزيت الدريه. ما قالش كرا الدريه مضروبه ما قال لك والو، ما قال لي حتى حاجه بحال ما كاين والو. هز الدريه هاكي ها بنتك صافي زاد بحال جابك التلفازه ولا السجاره حطها لك زاد غادي تخدمها تلقى انت خاسره انت اللي خسرتيها صافي. حط لي الدريه صافي زاد زدت شويه حط لي الدريه. الدريه درا حاجه جاني عوج بحال هكا، انا كنزعم غير فدوعه منفوخه درا كنزعم فوق. شحال من يوم هذا جابها لك؟ هذيك الساعه حيت دا هو ماشي طول ماشي دا باش غتبات ولا شي حاجه راه غير غيكسيها ويرجع قل من نص ساعه غيردها ليا. هو داها لدارهم ملي جابها ليا جاب ليا عوجه من دراعها، جابها ليا عوجه من دراعها. قلت انا الدريه غير فدوعه بركه النهار الاحد نهار اثنين في الصباح ديتها للسبيطار ديال سيدي بنور درت ليها الراديو، ما درت لها الراديو قال لي راه خاصك ديري لها عمليه هذه. هاد التصويره ديالتها باش اللي ديتها بها في الدراع ديالها وفين يبان لك عوج، ها وفين عوج هادي سيدي بنور. انا كنسمع هذيك راه في دوعه راه الدراع ديالك في داير عوج. خرجت من تما عيطت الله مش خرجنا من تما قال لي واحد الناس قال لي خاصك ديها غير الجبار ديها الجبار. عيطنا الجبار ملي شافها قال لي شوفي هذيك ما خاصهاش دير ما غنجبرش لك انايا تحاولي ديها دير العمليه. ملي هزيتها تميت غادي باغا غندير العمليه قلت لها غنعيط ليه، قالت لي امي ما تعيطيش ليه واش هو مهرس وغيدير ما تعيطيش ليه. هزيت التليفون انا عيطت ليه قلت لي يا عزيز بنتك راه مهرسه دار راسه هو مفرس والو. قال لي ومال شنو هرسها؟ قلت انا نعتبر هاد البنت يعني بحال طاحت عندي ما غنزيدش معاها في المشكل وانا ما عنديش الفلوس يعني من الاولاد عملي غدا موجهه انا ما عنديش الفلوس باش غندير لهاديك العمليه. ملي مشيت عيط لي قلت لي انت راه بنتك راه مهرسه. قال لي ومال شنو هرسها؟ قلت لي راه غير لعبات وطاحت ما بغيتش انا نوجهه للامر. قال لي شوفي دابا قال لي دابا شوفي عطيها لي انا نهزها ولا هزيها انتيا. قلت لي انا دابا غدا بالسبيطار، هذاك السبيطار ما هو ديالك ما هو ديالي راه غير السبيطار هذاك. قال لي واش انا بغيتيني نمشي معاك؟ انا راه من بلاصتي تكوني فاتي ما نمشيش ليها انايا. قلت لي شوف هاد الناس انتحروا هذيك راه بنتك ماشي بنتي غير انا بوحدي. دابا انا غدا بالسبيطار. قال لي سيري تجي من السبيطار وغادي نجي نشوفها. قلت لي واخا ان شاء الله مرحبا ملي نجيبها من السبيطار. مشى معاك السبيطار ما تبع بنته ما والو. قلت لي واخا مرحبا غادي نمشي من نجي من السبيطار غادي نشوفها. مشيت ديتها للسبيطار ديال المخزن قال لي تبرك 20 يوم غنديروا لها القبص عاد دير الحديد وغتخلصي لها 6000 ريال الليله وغتبقاي تشري لها الحديد عاوتاني. بقيت تما عاد طلبت شي ناس قالوا لي خطاك ديال الكلينيك ديال مصلحه الدكاله
باش دير العمليه عدد وقف شي ناس عيطوا لي السيد اللي جداني تما السبيطار، عيط للخالي هذا نيت هو اللي صيفط لي الفلوس باش درت للدريه العمليه، هو ما عيط مسؤول في التليفون بحال ما كايناش ديك الدريه كاع مره واحده. حاليا بقيت حتى الست ديال المهم المغرب، خالي كان هذا الحمد لله نيت كان في السوق اخر في السوق اخر في ورزازات، قال لي انت نص ساعه نكون عندك ونصيفط لك الفلوس. دابا مشيت تما خديت الفلوس، ها هي الورقه ديالتها ها هي ما حطيتها ما دار، ها هي ها الورقه ديالتها باش صيفط لي خالي من ورزازات الفلوس. هاي باش درت انا فوق 500 درهم هاي بس صيفط لي الفلوس. ومن غيرها راه كاين من غيرها ثاني يعني الفلوس اللي كانت الورقه ديال الدوس ديال الطبيب وداكشي شوفوا يعني صيفط لي الفلوس باش كملت باش درت لها العمليه تما في السبيطار. ملي مشيت برك هو سيمانه ديال الايام عاد فجا جاب العادو ديالهم ديال تما ديال القبيله وجاب راجل اخر وجاب خوه وقف ورانا هنا في الطوموبيله، قال لي جيبي لي الدريه ساركي شيخ عليا. قلت لي شوف هو الناس هو والناس الاخرين، قلت لي انا دابا ما دفعت لك شكايه ما درت لك حتى شي حاجه، عيطت لك وقلت لك ها كاينه كاين على الدريه وما وجهت لك حتى شي حاجه يعني انت هرستي وانا موجهت لك والو سكت بحالاتي. ودابا يا قلت لي دابا عجبك الحال تنزل قدام هاد الناس وبنتك راه مهرسه ودايره العمليه الحديد وتدخل تشوفها مرحبا، ما عجبكش قال لي شوفي انا راه ما عمرك تحلمي انا غنزل وغنتواضع انا اللي غنشوف دريه، انت اللي غتجيبيها ليا انت اللي غتجيبيها ليا. جات لامي هزتها خرجتها لي برا شافها دوز للثلاث الحد والاثنين والثلاث صيفط لي عن قضائي اطلب لي زياره وريته التصاور باش دايره الحديد. ها التصاور باش دايره الحديد، ها هم ها ما التصويره باش دايره الحديد، ها التصويره باش دايره الحديد راها الحديد ليها باش دايره الحديد ليها هذاك. مشيت هذا وريتهم التصاور بحال هكا صيفط لي عن قضائي قال لي راه بغيت قال لي زياره، قال لي راه بغى زياره. قلت لي راه ها داير لي راه هرسه راه كاينه كاينه كاين راه ممكنش هي غنعطيها لي زياره. قال لي لا القانون قال لي كيفرض عليك تعطيها لي زياره نهار الحد، والدريه الا بكاس راه ما غنعطيوهاش ليه يديها. قال لي راه ما غنعطيوهاش ليه يديها. مشى هويا قال لي قالوها لي قال لي الدريه راه لبكاس ما غنعطيوهاش لك يديها. قال لي مقسم بالله حتى نديها حتى نديها الدريه كيف بغات كي كرهت. تلاقى مع العام القضائي لهين جابوا عندي هنا نهار الحد دا الدريه، الدريه كتبكي كتقول لي ما نمشيش معاك راك مهرسني ما نمشيش معاك. داها ملي داها لدارهم مشيت انا جا دار ميا قلت لي مردة دابا الدريه وراني قلت للعون القضائي قلت لي قول لي ما تبدلش الدريه راها مهرسه. قال لي راه الدريه ما مهرساش. قلت طلبت مشيت عند جدارميه قلت لهم انا بغيت دارك ما جندارم عندكم يخرج يمشي لعندو للدار يخذ الدريه من عندو من تما وديها للسبيطار يديروا لها راديو كان فيها الحديد. ايه ما كانش فيها الحديد حكموا عليا انا باش بغيتو. قال لي جدارمي قال لي شوف الدريه باش هو الطبي ديالها وبكل شيء كسير بحالتك ولا طرات شي حاجه الدريه جي عندنا. ملي دا هو الدريه هو كاين اختو والده في بلاصه اخرى وجات تما دار لها اسبوع لبنتها. جده جميله ما عمرو طلبها زياره ما عمرو طلبها زياره ملي كانت عندها 9 اشهر ديما كيشوفها مدير. ملي داها طلع الدريه للسطح قال لها هانتي الا قلتي جندارم انا اللي هرستك راه غنذبحك بحالك بحال هاد الحولي، الا قلتي انا اللي هرستك غنذبحك بحال الحولي. جات من تما الدريه، الدريه كيقول لها الدريه بزز عليها كيقول لها عنقيني وضحكي باش ما يقولوش زعما راني ما مهليش فيك ولا شي حاجه، عنقيني وضحكي راس بيني راسك الضحكي ما تبينيش داك خليني نتصور معاك. دار يعني الدريه كما تغط عليها كيف ما دار. الدريه راه عندها 4 سنين دابا وعندها شهر 4 سنين وشهر. جات الدريه من تما جاب لي العون القضائي انا كنت في خميس زمان بقيت عند مع الجدارميه جابني هنا جاو هنا بقاو كيتسناو فيا. قال لي في كتي قال لي غبرتي علينا؟ قلت لي ما غبرتش عليكم عاودوا معايا دابا عند دارك جدار عند دارك الملكي. شنو ديال غبرتي؟ العون القضائي قال لي انا كنعيط عليك غبرتي وانا التليفون ديالي طفى من الشارج. قلت لي عاودوا معايا دابا عند جدارميه وعند لجودان سولوا واش انا كنت تما عندهم ولا ما كنتش. قال لي دابا هالبنيه ها هي خذيها. يعني شنو يوصلوا زعما كنتي في شي بلاصه اخرى ولا شنو زعما هو قال لهم؟ زعما يعني دابا راه غبرات علينا يعني ملي بغينا دابا نجيبوا لنا جنه لا دري وانا نسلموها لها اليوم. وانت هي الدريه العلقه واش كان عالمك انا بغيت نجيب الدريه ولا ما كانش عالمينك؟
لا علموني بلي راه غيجيبوا الدريه. مشيت لك حتى الجندار. انا مشيت عند الجندار حين الدريه مهرسه ومهرسه هو، خاصني ضروري نمشي عند الجندار اللي راه جاب لي الدريه وغيجيبها. قلت لا على مشيت نعلم انا عند جدارميه بلي ردوا لي الدريه. هذيك الساعه راه دا لي الدريه والدريه راه مهرسه، ويعني العام القضائي قال لي الا بكات الدريه ما غنديهاش، والدريه كتبكي بزاف ومشجله يعني راه كتبكي صوت وصوره كتبكي، وداها بدون خاطرها ومشات. عاد قال لي مع جوج غادي نجيبوها لك، مع جوج هما مع جوج انا ما لقيتش فاش نركب نجي. ملي جيت لقيتهم جابوا لي غبرتي علينا، قلت لي انا ما غبرت على حتى شي واحد، واللي في القانون هي اللي تكون. انا دابا هانا جيت اشنو قال لي هالبنيه ديالتك، والعون القضائي قال لي ديري بحساب عون قضائي اخر اللي غيجيك، راه كل حد غيجي يطلب لك زياره. قلت لي مرحبا انا مهربانه من حتى شي حاجه، يعني اللي في القانون انا ما قالعاش، ولكن كنطالب غير بحق بنتي راه مهرسه. جاب لي الدريه هذاك النهار ملي داها زياره عاد كساها، نهار اللي داها وهرسها ما كساهاش، ونهار اللي طلبها زياره مش دابا الحد اللي فات. راه كاينه هنا في الشكايه ديال اللي جابها من عند ديال العون القضائي، هاي هذاك النهار جابها من تما. مشيت عند الدرك الملكي استمعوا لي انا، دخلوا الدريه البيرو استمعوا لها حتى هي، استمعوا لها حتى ما داروا معايا والو، كيقول لي سيري سيري راه حنا غادي نستمعوا لي غادي يجيك، حنا صيفطنا لي سيده وما لقيناش، راه حنا عيطنا ليهم ما جاش عندنا، سيري بركي بلاتي سيري. مشيت لسيدي بنور عاوتاني عيطوا لهم ثاني جدارميه، قالوا لهم الواكل ديال سيدي بنور تصنت للدريه، قال لهم عيط لجودان قال لي دابا سيري عندهم. ملي مشيت عند جدارميه نيت، ملي مشيت عندهم ما مشيتش تخلونيش ندخل عند لجودان، تلقاو لي جدارميه قالوا لي صافي سيري حنا راه غادي نمشيو عنده، حنا دايرين خدمتنا حنا دايرين بحثنا، احقاك راه غادي تعتقل دابا، راه حنا غنديرو في لا شارج دابا، غير سيري غير سيري. ملي كنجي ما كنلقى حتى شي حاجه كاينه، غير سيري جي ما كاين والو. ويوميا السبت والحد ما كايناش خدمه، كيقول لي السبت والحد رجعي عندنا راه حنا غنعتقلو وغنصيفطو. مشيت عاوتاني من هنا مشيت طلعت الجديده، طلعت جديده دخلت عند نائب الوكيل اللي في جديده تمايا، عيط لهم قال لهم استمعوا للدريه يعني انا غير على التهديده الثاني، هما حاليا معمرين غير كلام ديالي انا، اما فاش الدريه ما بغينش يستمعوا ليها. عاود عيط لهم مشيت ثاني دخلت عند الدرك الملكي غدا داخله، شافني لجودان غدا داخله عند جدار نسولو نقول ليه واش جيتيه واش صنتي ليه ما صنتيش، يعني راه شحال هذا ديال الايام ما درتو لنا تقديم لا حتى حاجه، وشهاده طبيه فيها 30 يوم والدريه فيها الحديد وخاصها الراحه، وانا كيديوني ويجيبوني يوميا يوميا سيري جي سيري جي سيري جي سيري جي، حتى شي حاجه ما كاينه حتى شي حاجه ما كاينه، الحق ديالي ما كاينش. قال لي شدني لجودان شدني من دراعي لاحني برا خرجي برا، بقايش غادي جاي عندنا انت كتعيط لسيدي بنور تمشيتي لنا الاستئناف واش حنا راه في البحث حنا راه في ديك حنا راه في ديك، وما حتى حاجه ما كاينه حتى شي حاجه ما كاينه ما كاين والو. او ثاني يامس نهار السبت هذا السبت اللي داز عيط لي مشيت عندهم قال لي جيب الدريه نستمعوا ليها، قال لي جيبي الدريه نستمعوا ليها. مشيت ديت الدريه عند لجودان قال لي الدريه دابا جيب لها نستمعوا ليها مع الربعه، عيط لخالك دا لي الدريه تما عندهم يامس السبت صن، قال لي ملي مشيت تخمه دخلت عند جدارميه هو يا عيطوا لي قال لي راه كاين هنا الله اعلم. المهم انا وقفت مع عند جدارميه قال لي لجودان تسناي حتى غيجي الشاف اللي معمر لك وغيستمع للدريه غيستمع للدريه. قلت لي واخا بقيت كنتسنى تما، هو جا بقى كيمشي تما موطورو كيمشي كيجي بالموطور ديالو هو بواد البنت وواحد اخر، مهما جا جدارمي وطلعت عنده غيستمع ليا قلت لي راه جيت، قال لي قلت لك سيري ما تجيش، قلت لي وعلاش، قلت لي راه قال لي لجودان، قال لي ما تقوليش هي قال لي لجودان غبريق قاودي ما توقفيش هنا قدامنا حنا البحث ديالنا حنا دايرينه. قلت لي دابا انا ما غنهضرش معاكم، انا ما بقيتش غنهضر دابا، انا حقي دابا جيت لي وما عطيتونيش ليا. قال لي سيري الا عجبك الواكل سيري عنده، عجبك قبطان سيري عنده، اللي عجبك بغيتي تشي عنده سيري عنده، حنا راه ما خايفين من حتى حاجه، سيري اللي عجبك ديريها سيري ديريها. جا لجودان قال لي ملي قلت لي راه دار ليا وها دار ليا اتفقوا جدارميه بعضياتهم، قال لي لا راها عيرتنا وانا راه ما معيرت حتى شي واحد فيهم، قال لي لا راها عيرتنا، واش انا حقي غابر وبقى ليا غير فين نعير؟ انا بنتي مهرسه. ومشيت عندهم كطالب قال لي سير بحالك عند لجودان، قال لي انا اللي قلت لي هاد جي
لا جودان قال لي انا اللي قلت لها تجي، قال لي لا راه المذكره عندي راها عمرات، قال لي لا جودان ها المذكره ديالتي انا وتستمع للدريه. ملي تصنت تما للدريه هذيك الساعه بقات تستمع للدريه، قلت لي ديك النهار ملي جيتيك استمعت للدريه، قال لي لا انا سولتك غير انتيا، اما الدريه غير ديتها غير سقسيتها في البيرو الاخر وصافي، انا ما استمعش للدريه. اليوم عاد غنستمع لكم انتيا هي، ودابا غندير لكم التقديم وطلبي زهرك راه غدوز لك غير في الحفظ، طلبي زهرك راه غدوز لك غير في الحفظ. قلت لي كيفاش شهاده طبيه 30 يوم وهل حديد وهل عمليه، واش الانسان حتى كيموت عاد غتعطيو الحق ديالو؟ وقال لي هادشي اللي كاين حنا ما عندنا ما غنديرو لك، هادشي اللي كاين حنا اللي كاين انا عمرته لك، انا زيدت سنك سنيت على المحضر ديالي، جيت بحالاتي ملي رجعت عاود ثاني رجعت اليوم عندهم ما لقيتهمش تمايا، قالوا لي حتى يعني حتى الغدا عاد غنشوف، قال لي اثنين غيكون عندك التقديم، قلت لهم عندي كونترول ديال الدريه باش نشوف ليها الحديد ديالها، يعني راه ملي ديتها لعنده ملي داها في الزياره عوج ليا ليها الحديد. ها هو فاش رجعت ثاني، ها رجعت الحد اللي فاتها فاش دات راه عوج ليها الحديد ثاني، ها فاش عوج ليها من هنا فين من التحت. كما كتشوفوا المتابعين الكرام هذا هو الحديد، هو هذا الحديد اللي ديال الدريه، ها هو لا حول ولا قوه الا بالله. ملي ديت ملي مشات بحال هكا قال لي عندك تقديم، قلت لي راه عندي كونترول غيكون نهار اثنين عند الطبيب، غنردها للطبيب، قال لي سيري عند الطبيب ولا عطاك شهاده طبيه اخرى جيبيها لينا، احنايا غادي ديك الساعه نديرو خدمتنا وغنقدموه، وراه ما كاين لك والو، قال لي راه ما كاين لك حتى شي حاجه، راه هادشي اللي غنقول، راه واخا تجري واخا ديري اللي عجبك راه ما كاين لك. واش هو راه كيدير المصطلح ديالو راه تقدم هذا الوكيل، الوكيل اللي كي قلت لي ناقص، انا قلت جدارمي قلت لي شوف غير عمر ليا انا وهو وقدمنا، وهذيك الساعه اللي في القانون انا راضيه بها، انا ما بغيت حتى شي حاجه اخرى، كنطالب قلت لي انا غير بحق بنتي، انا قلت لي واخا كيضربني انا ما غندويش، ولكن قلت لي حق هاد الدريه اللي في العلم ما بيناتنا. المحكمه غادي تكون في سيدي بنور نيت، المحكمه ديال سيدي بنور اليوم قال لي نهار ثلاث، ولكن انا ما متاكداش نقدروا يبدلوا يقدروا يقدمونا غدا، وانا غدا باغي نمشي ندير كونترول للدريه، عيط الطبيب باش غدا ضروري غنمشي ندير كونترول للدريه، يعني وليت انا مابقاش ثقه، يعني انا وليت انا خايفه في دير يا ربي، درت شكايه عاوتاني دفعت الفاكس سيدي بنور، ها هي دفعت بلغات تما سيدي بنور، هاي بلغات وهما عندهم جدارمية قبل منهم شكاية مباشرة ما داروا فيها والو، ما تحركات ما تقدمات ما تبلغات. درتي شي محامي مازال؟ كاينة جمعية ومحامية، الجمعية ديال المحامية ديال سيدي بنور، ها هي ها الشهادة الطبية هاي فيها 30 يوم، ها هي تاهي الدعوة ديال الخطو الشهادة الطبية فيها 30 يوم، ديال الدرية ياك؟ ديال الدرية، ديال جميلة، سيدي فقسي مصطفى الساكن دوالا مع الناس الزبرقي بسمتها ولي القرية ليلة القاسم مسمات جميلة حوار مولدات من كملتي دابا. دابا نتيا شكون الطلب ديالك؟ الطلب ديالي انا بغيت انا يعني السلطه والقوده وداك الشيء يوقفوا معايا يعطوني الحق ديالي، انا الحق ديالي راه ضايع، راه وليت انا هذاك السيد دابا حاليا من وليت انا كنفذ السير كينفذ ليا هو شي حاجه بسيطه، انا الضربه ديال خصونا ما ضاربهاش، ودابا حاليا دافعين النقد، حنا دفعنا دابا النقد وهو ماشي دابا منفذ عليا حكم باش نخلص لي انا كفاله ديال 140 ديال التعويض ديال اختو، وكان تهمني انا وامي وبا. واش خطو تحكمات؟ تحكمات في سيدي بنور، تحكمات يعني حنا بشهرين سورسي بثلاثه بامي وبا، بشهرين سورسي و140 تعويض وما شي 20 ولا 30 كفاله كمحكمه، استانفناها مشات جديده، خرجات امي براءه، خرجات امي براءه، استانفنا حنا الحكم، بنتي انا ردوها بنت اختو، واختو هذيك الساعه حاليا ما مجوجاش، ما مجوجاش، ردوني انا بنتي انا بغيت نقتلها، ردو بنتي انا بغيت نقتلها، واخت هذيك الساعه ما مجوجاش، دابا عاد فاستانفناها باش انا كنطالب انا بالحق ديالي، انا هادشي اللي باش انا كنطالب، يعني انا ما ضارباش وما قيساش وما حتى حاجه، انا لك السلطه دير لها هذيك الضربه ديالها اللي في راسها دير، يعني نطالب من الخبره من كل شيء، يعني الا كنا حنا ضاربين هذيك السيده ما كاينش اللي ضاربها فينا، دابا ملي نفذت عليه السير
الثنين اللي من غير هذا فات نفذت عليه السير. ملي نفذت عليه السير مشى هو حنا دافعين النقد، هو مشى دابا نفذ عليا. غدا غنتبلغ بالتبليغ ديال التنفيذ ديال 140 باش نخلص انا اختو. لا باقا في النقد، هي باقا ما تحكمهاش. ملي كانت كتقول ديال النقد قلتي النقد باقا ما تحكمهاش، غاديش حقي نفذ. لا دابا نفذها. لا هادشي اللي قال هادشي اللي بلغني به انا عون قضاء، انا بلغني به العون القضائي. وانتم واش انت متاكده انك ديرها في النقد؟ في النقد دافعين جوج محامي النقد. محامي راه تاخذ نسخه بعد ما غادي ديك التبليغ غتصلي للمحامي، تعطيشي المحامي ديالك ولا مازال؟ راه دابا عجية عامين، عامين دابا باش مشات النقد. دابا باش مشات النقد، هو دابا مشى نفذ هذاك الحكم. لا ولكن النقد باقي مستدعاكم والو، باقي المحاميه قالت لي مازال مستدعوني ما حتى شي حاجه. صيفطي لها نسخه من هذا التبليغ اللي جابوا لك. قالت لي المحاميه، قالت لي حتى يجيب لك التبليغ ديال داك وجي عندي نعطيك نسخه ديال النقد. يعني هو هاد الدعوه ديال اختو دايره لي غير مملكيات باش نسمح انا في الصرف وكل شيء. ومشيت فواحد المره نيت قلت لي شوف الناس بنتك مريضه وراها انت عندي، يعني نوريك ورق ديال وفاكاش اللي مصيفطي لي خوالي انا باش كيعاونوني على ديك الدريه. هو ما كيعتقنيش والو، الا عطاها درهم كيتحاسب معها. مشات الدريه راها مريضه، ولا كان كاع تسمحوا لي باش نلوح لكم فيديو ديال الحاله ديال باش كات راها مريضه في الحال اللي في الخطر. قال لي ما مريضاش ما بغاش يعاوني. قلت لي مشيت انا قدامه تما وليت بغيت غير السلاكه منه، غير السلاكه. يعني داك الانسان ما بقيت بغيت منه حتى شي حاجه، بغيت منه لا فلوس لا والو، بغيت غير التقار. ملي مشيت قلت لي هانت قدام العون القضائي، قلت لي انا دابا قلت لي هانت النسخه ديال التنفيذيه اللي غتخنق نفذ لك بها. هاد الفلوس ديال الدريه اللي كانت غتعيشك على طول حياتك وتنقدك من جهنم ودريك طريق في الجنه، انا ربحتك بها، قطعت نسخه التنفيذيه. دابا عامين هذه ما عمرني نفذت عليه، حتى دابا تهرسات الدريه. ملي تهرسات الدريه ملي ما وقف معايا ما حتى شي حاجه من نفذ لي. مشيت دابا طلبت بالحق ديالي، نفذ لي هو الدعوه ديال اختو. يعني الدعوه ديال اختو حاليا في اي وقت، يعني وقت ما انا كنهضر على حقي ملقيها، وقت ما كنهضر راني ملقيها، وقت ما كنهضر راه ملقيها، ما كاينش شي حاجه اخرى من غيرها. غتسني الحكم ديال النقد هو اللي كتسني، ما عرفتش حقي نفي. يعني هادشي اللي انا بغيت نعرف واش انا ضارباها، علاش انا ردني من المحكمه وانا يعني ردني من المحكمه باش ينتقم مني. هادشي اللي كاين، وراه الحكم راه كاين في النسخه ديال الطلاق، يعني رجعت ومشيت لعندو كل شيء كاين. يعني الا كتبغيتي نوريه لك نوريه لك، يعني راه كلشي كاين انا في داكشي. دابا ملي كنمشي اليوم اش قال لي دابا انت جيتي، قال لي دابا شوفي شحال انت كتمشي وكتجي وكتمشي وكتجي للدرك الملكي، وحتى حاجه من بعد لك هاتي حتى الاخر هاتي عاد غتقدمي، وراه غتشلهي انت سيدي بنور، غتشلهي سيدي بنور، غتلقيني الهين قدامك، راكي غندخل كنخرج وحتى حاجه ما غديها. والشهاده وهادشي كاين اللي درتي ديال الدريه، الا ما دخلتهاش لك الحفظ حسبيني ماناش انا عزيز القابون الحواض بحالكم. قال لي وعندي العضو ديالي اللي واقف معايا، عندي كاين القانون. قلت لي شوف كاين القانون الحمد لله، وكاين القانون النزاهه، وكاين حنا الحمد لله كما كنقولوا دائما كاين الثقه ديالنا كبيره في النزاهه وفي القانون في سيدي بنور. لا النيابه العامه ولا وكيل ديال الملك كنعرفوا عليهم الا النزاهه، وغادي يكون غير الخير ان شاء الله. قال لي سيري راه ما عندك ما تصوري، وهاد الدعوه راني غنردها عليك، هاد الدعوه راه غنردها عليك. ما جاوبتوش انا، ما جاوبتو، ما قلت لي لا الخيبه لا الزينه، سكت جيت بحالاتي. دابا حتى دركا غادي ندي الدريه، عاد ديك الساعه ندير التقديم عاد غنمشي. دابا انا كنطالب دركا من السلطه ومن القضاه ومن الجمعيه ديال حقوق الطفل وديال الانسان وديال داكشي يتعاونوا معايا، راني انا حقي ضعت فيه بزاف، لا انا ولا بنيه، راه غير الناس اللي معاونيني، راه والو، راه ما يمشي معايا لا با لا مي لا حتى حاجه، راه كنمشي بوحدي وكنجي بوحدي، راه ما كاينش. راه السبيطار ديت عليه راه بوحدي، وراه الطبيب اللي بغيتو نتصل بالطبيب يعني اللي دار له العمليه هو يعاود لكم القصه اشنو كاين. الجبار اللي ديتها لي، حتى هو يعاود لكم انه واش هو بغى يجبرها، وهذيك الحاله ديالتي انا كيف دايره. وكيقول لي جدار مي علاش هذيك الساعه ما جيتيش شكيتي عندنا، علاش ما جيتيش شكي عندنا؟ واش الدريه ملي مهرس ندير لها عمليه ولا اللوحه ونجي نشكي انا الشكايه الاولى؟ يعني اشنو بغاوني انا ندير؟ حقي انا كلشي طالب فيه حاجه ما بانت ليا، حتى شي حاجه ما بانت ليا. انا بغيت حق الدريه، ما بغيت حتى حاجه، بغيت حق الدريه هو اللي باغ. حقي ضاع. ولي دابا حاليا وليت انا خايفه، يعني مادام هرسها ولا مهدده بالقتل قادر يدير اي حاجه اخرى من غير هادشي.
يعني انا كنطالب من الناس انا يعاونوني يعاونوني انا بزاف، راني ضعت في حقي، راه 5 سنين هادي 4 سنين 5 سنين هادي دوزت جحيم دوزت جحيم، راه ما كنشوفش انا شي حاجه انا اللي شتع معها السيد زينه، راه طالق عليا السيطره، واش انا طلقه وطالق عليا السيطره؟ فين خرجتي؟ فين دخلتي؟ فين مشيتي؟ فين ما مشيت تبع عليا الناس حاضيني؟ فين ما مشيت تبع عليا الدراري تبسلوا عليا؟ راه حشومه هادشي. انا دابا كنطالب بالحق ديالي، انا ما بغيت حتى حاجه، انا كنطالب من السلطه ولا القوده ولا وزاره ولا كلشي، يعني اللي شافني انا بغيت يتعاون معايا، راه حق بنتي، راه حق بنتي راه ضاع، يعني راه تهرسات، يعني كون ما كانوا خوالي اللي وقفوا معايا وعاونوني كون بقات لي بنتي معاقل دابا، يعني كون ما كانش بنتي اللي خوالي اللي صيفطوا لي وعتقوها وعاونوها وباها راه ما عطاها حتى شي حاجه، راه الحاجه اللي خسر عليها جا طلبها زياره نوبه وحده، وها الورقه ديالتها هاي زياره، الى عمرو طالبها شي زياره اخرى ها هي زياره نوبه وحده، ها الوراق ديال السبيطار اللي مشيت ديال المخزن ها همايا هما كاملين، وها اللي درت فين درت لها في كلينيك ديال العمالي فين درت لها داكشي. دابا انا كنطالب الجمعيات وداكشي يعاونوني، حقي ضاع بزاف 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 بزاف، يعني انا مابقيتش قادري على هادشي، راه ما كاينش اللي كيعاونني والو. كما تابعتم معنا متابعي قناه شو تي في مباشره من جامعه سانت بريك دول العمارنيه، هذه الحاله ديال هذه السيده اللي وقع المشكل مع الزوج ديالها، كما كنقولوا كذلك الطرف الثاني حق الرد، الزوج ديالها كان غير كده باش مرحبا حنا نستمعوا للجميع، كنتمنوا هذا الملف هذا ياخذ المجرى ديالو، وكما كنقولوا حنا لنا الثقه الكامله في القضاء ديالنا، دمتم في رعايه الله والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.